زملاء المحترمين، طلبتي الأعزاء، المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من مسلسل كلمات لست كلمات الذي نخصصه للخوض في موضوع طبيعة لغة العلوم الاجتماعية. في الحلقة السابقة توقفنا عند مفهوم النموذج المثالي، وطلب مني بعض الزملاء وبعض الطلبة أن أزيد توضيحا في هذا المجال. فحتى نستوعب القيمة الميثودولوجية لمفهوم النموذج المثالي، يتعين علينا أن نميز بين حقلين دلاليين عامين، إبستيمولوجيا السوسيولوجيا والنظرية الاجتماعية. فأما إبستيمولوجيا السوسيولوجيا فتعنى بمبادئ إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية، أي ضمن أي شروط تصبح المعرفة العلمية ممكنة في ميدان الحياة الاجتماعية، ووفق أي معايير يتم إنشاء المعطيات، وضمنها الموضوعية والخوض في صحة أو معايير صحة البراهين. كل هذه المسائل تنتمي إلى حقل إبستيمولوجيا العلوم الاجتماعية، بينما النظرية الاجتماعية تعنى ببناء أنساق متنفصلة منطقياً، وغايتها تمثيل أكبر قدر ممكن من الظواهر الاجتماعية. والمعيار الأساسي الذي تخضع له النظرية الاجتماعية هو معيار اقتصاد الواقع. إذن يبدو لي أن القيمة الميثودولوجية لمفهوم النموذج المثالي تختزل في آخر المطاف إلى القضية الأساسية التي عالجها كثير من الفلاسفة وكثير من السوسيولوجيين، علاقات العلاقة القائمة بين الكلمات والأشياء. فهذه العلاقة يشير مفهوم النموذج المثالي إلى أنها ليست علاقة بسيطية. يبدو لي أن شرح العلاقة المعقدة التي توجد بين الكلمات والأشياء، لشرح هذه العلاقة يمكن أن نستحضر اللوحة الشهيرة التي رسمها لوني ماغريت، وهي البيب. رسم صورة غليون une pipe وكتب أسفل اللوحة ceci n'est pas une pipe. هو يريد أن ينبهنا إلى أن ceci c'est une image d'une pipe، يعني صورة ديال une pipe، une idée d'une pipe، فكرة على الغليون وليس الغليون في حد ذاته. إنه يريد أن ينبهنا إلى أننا في الحقيقة نتواصل مع صور وأفكار ولا نتواصل مباشرة مع الأشياء، ويريد أن يقول لنا انظروا كيف أنكم استقبلتم حسيا فكرة وصورة، لكن تسرعتم وقلتم سوسي إتون بيب. أنا أنبهكم بأنكم أمام صورة وفكرة للغليون وليس أمام الغليون ذاته. هذا أمر وقف عنده ديسوسو وهو عالم اللسانيات المعروف جدا، عندما رفض أن يرى في العلامة اللسانية مجرد اقتران أشياء بكلمات، واعتبرها أنها اقتران بين دال ومدلول. والدال بالنسبة لديسوسو ليست الكلمة في حد ذاتها، وإنما قدرتنا على تلفظ الكلمة، إذ أننا يمكننا أن نستحضر الكلمة في ذهننا دون أن نتلفظ بها. فهذا الاستحضار الذهني للكلمة دون التلفظ بها يسميه ليماج أكوستيك، وهو الذي يعتبره دالا. أما المدلول فليس هو الشيء، وإنما الفكرة أو ليماج، أي الصورة المختزلة للشيء، والتي تمكننا من وضع مختلف الأشياء داخل قائمتها وداخل إطارها. فإذن الكلمة ستون كاتيجوري، نوع، وليس شيء ملقى به في أو أمام الملاحظة المباشرة للباحث. يعني أن العلاقة ما بين المفهوم والواقع في العلوم الإنسانية لا يختزل إلى مجرد تسمية، une nomination، يعني إقران كلمة بشيء. لا، المسألة جد معقدة، ومفهوم النموذج المثالي يحيل إلى أن مفاهيم السوسيولوجيا هي بمثابة أدوات شرطية وأدوات فرضية، أدوات كشفية تسمح لنا بتسليط الضوء على التغير الاجتماعي أكثر من إخبارنا بحقيقة هذه الظواهر التاريخية والمهوية.
فإذا ينقل إلى مفهوم النموذج المثالي إلى شرط من شروط إنشاء المعطيات في العلوم الاجتماعية، ويحيل إلى أن هذه المعطيات لا توجد مباشرة على مرمى عين الملاحظ السوسيولوجي. إذا هذا مستوى أو هذا جانب من جوانب أهمية الموضوع. الجانب الثاني لا يمكن أن نستشفه إلا إذا استحضرنا الصراع الذي كان سائدا في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا، والذي عرف في تاريخ ألمانيا بالميثود نشتخايت. الميثود نشتخايت يعني لا كوريل دي ميثود، صراع المناهج. وهو صراع دار بين عدد من رجال الاقتصاد أو علماء الاقتصاد في ألمانيا، وكان من بينهم ماكس فيبر. السؤال الأساسي الذي كان يدور حوله هذا الصراع هو أن هل العلوم الاجتماعية وضمنها الاقتصاد طبعا هي علوم يمكن أن تتحول إلى علوم نظرية مثل العلوم الفيزيائية والرياضية، أم أن العلوم الاجتماعية فيها جانب إمبريقي لا يمكن أن يستنفد نظريا؟ كل النظريات في العلوم الاجتماعية لا تستنفد نظريا، وتحتاج إلى جانب إمبريقي يأتي به التاريخ. فالنزعة التي كان ينتصر إليها ماكس فيبر في هذا الصراع هو النزعة التاريخانية التي كانت ترفض أن تنظر إلى علم الاقتصاد وحتى علم الاجتماع باعتبارها علوم مستنفدة نظريا وعلوم استنباطية، أي أننا يمكننا أن نتوقع الوقائع انطلاقا من مبادئ نظرية. فهذه النزعة التاريخانية كانت ترفض هذا المعطى، ومفهوم النموذج المثالي يقع ضمن هذه النزعة، أي ما هي هذه الآلية التي تمكننا من التنظير وفي نفس الوقت تمكننا من ضبط هذا التنظير عبر آليات الواقع. يجب علينا لفهم النموذج المثالي، يجب علينا أن نستحضر بعد الزمن وبعد التاريخ، لأن التاريخ هو المأوى الفعلي للمفاهيم السوسيولوجية عند ماكس فيبر وعند كل شخص ذي نزعة تاريخانية. التاريخ هو المأوى والمكان الطبيعي للمفاهيم السوسيولوجية، وبدون استحضار الزمن وما تؤول إليه حركة التاريخ، أي لونشينمون إلى ريغولاريتي ديال لي فينومين سوسيو في حركتها. إذا لم نستحضر هذا البعد فإننا لن ندرك القيمة الميثودولوجية لمفهوم النموذج المثالي. وأنا هنا أطرح أمامكم خطط لتوضيح هذه المسألة. إذا مفهوم النموذج المثالي هو يحيل إلى مآل، يحيل إلى أفينمون، يعني ما تأخذه العلاقة عندما تؤول متغيراتها صوب اتجاه معين. إذا يمكننا أن ندرك قيمة النموذج المثالي انطلاقا من مفهوم لا فونكسيون في الرياضيات. فإذا لاحظنا أنه إذا كانت fx يساوي 1 sur x، فإن ليميت fx quand x tend vers l'infini est égal 0، يعني أن الدالة تؤول إلى الصفر كلما آل المتغير x إلى الانفيني. أنا اختاريت هنا واحد الدالة بسيطة جدا باش نوضح العلاقة. الآن لنعتبر التنظيم هو الدالة، l'organisation est une fonction، أي يعني أنها علاقة تحويلية تقوم على أساس هيكلة سلوكات فردية وتحويلها إلى فعل جماعي منظم. هذا يسمح لنا بتوقع مآل الصيرورة التنظيمية بدلالات العقلانية التي تحكم السلوك الفردي على النحو الآتي: limite organisation quand le comportement individuel tend vers un comportement rationnel par finalité est égal bureaucratie. فالمفهوم ديال البيروقراطية هو يدرك ضمن هذا المآل أو هذه الحركة التي تؤول فيها السلوكات الفردية إلى سلوكات عقلانية بالغائية. فكلما مال السلوك إلى هذا السلوك العقلاني بالغائية، كلما مال التنظيم إلى أن يتحول إلى بيروقراطية. فكما يتبين أن مفهوم البيروقراطية هو مآل، أو على الأقل تتحكم فيه سيرورة مآل أكثر من سيرورة وصف أمر ستاتيك ساكن.
فلا يمكن أن ندرك قيمة هذا المفهوم اللي هو البيروقراطية إلا إذا استحضرنا النزعة التاريخية ديال ماكس فيبر. للإيضاح فقط، لو كومبورتمون راسيونيل بار فيناليتي، nous appelons comportement rationnel par finalité celui qui s'oriente exclusivement d'après les moyens qu'on se représente subjectivement comme adéquats à des fins saisies de manière univoque. يعني أن الفعل الغائب العقلانية يقوم على أساس موائمة الأهداف والوسائل التي يعتمده الفاعل في سلوكه. فإذا لاحظنا هذا النص الذي اقتطفته من كتاب إسي سور la théorie de la science de Max Weber, ربما هذا كان هو le deuxième essai. فهو يقول بوضوح les ideal types destinés à faciliter l'interprétation valable empiriquement en ce sens qu'elles permettent de mesurer l'écart entre la réalité et la rationalité téléologique. هذا مقتطف آخر من نفس الكتاب يحيل فيه مباشرة Max Weber إلى النموذج المثالي باعتباره ان شيما يعني خطاطة أو ترسيمة، يعني نموذج مثالي ليست له علاقة انطباق مباشرة مع الواقع. إذن زملاء المحترمين، طلبة الأعزاء، المشاهدين الكرام، نتوقف في هذه الحدود، ونتمنى أن تكون هذه التوضيحات قد أفادت، ونلتقي في الحلقة المقبلة سوف نعالج فيها بعض المفاهيم الأساسية ونبين القيمة الكشفية لهذه المفاهيم وديناميتها. شكرا وإلى اللقاء.